تشهد الإمارات غدا الأحد عودة تدريجية لنحو 1,100,000 طالب وطالبة إلى الانتظام في الدراسة الحضورية بالمدارس، وذلك بعد قرابة عام ونصف من تطبيق التعليم الهجين والتعليم عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19. يأتي ذلك تماشيا مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية والأخذ بعين الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. التفاصيل في التقرير التالي مع الزميل فيصل الحمادي. بعد أكثر من 18 شهرا على التعليم عن بعد والهجين، يعود إلى مقاعد الفصول الدراسية نحو 1,100,000 طالب وطالبة لمباشرة العام الدراسي الجديد، وذلك وفق ضوابط وإجراءات تحافظ على العودة الآمنة للطلاب التي تحد من انتشار فيروس كورونا. كل ذلك يأتي مع الإبقاء على خيار التعلم عن بعد قائما لولي الأمر. شروط وإجراءات تضمنها البروتوكول الذي تم الإعلان عنه خلال الإحاطة الإعلامية الأخيرة لحكومة دولة الإمارات والمعنية بتشغيل المنشآت التعليمية في الدولة. وسيتم تفعيل هذا البروتوكول بعد مرور شهر على أول يوم دراسي، وسيتم خلال هذه الفترة إلزام جميع الطلاب المطعمين وغير المطعمين بإجراء فحص PCR كل أسبوعين. وبعد انقضاء المهلة سيتوجب على جميع الطلبة دون سن 12 عاما وغير المطعمين والطلبة المطعمين من سن 12 عاما فما فوق إجراء فحص PCR شهريا. أما الطلبة غير المطعمين بسن 12 عاما فما فوق فيجب عليهم إجراء الفحوصات المخبرية PCR أسبوعيا. كما سيتطلب من أولياء الأمور تحميل تطبيق الحصن لأبنائهم لإثبات حالة التطعيم ونتائج الفحوصات، وذلك من خلال طباعة الشهادات وإحضارها للمدرسة. ويتوجب كذلك على المنشآت التعليمية أن تخصص غرفة عزل وفق الاشتراطات الموضوعة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع واتباع إجراءات التعامل مع حالات كوفيد-19 المشتبه بها أو المؤكدة. أما في دبي، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث عن العودة التدريجية لنظام التعليم الحضوري للعام الدراسي 2021-2022 في جميع مدارس دبي الخاصة، حيث يبدأ العام الدراسي بإعطاء أولياء الأمور حرية الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، على أن يلتزم الجميع بالتعليم الحضوري التام في الحرم المدرسي يوم 3 أكتوبر المقبل.